الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. بين مناسبتين لارتحال عظيمين من عظماء البشرية، سيدنا أبي طالب الذي لا يبلغ العظماء عشر معشار عظمته، بل لا يدرك العظماء عشر معشار عظمته. وسيدتنا خديجة سلام الله عليهما حيث على قول كان ارتحاله في السابع من شهر رمضان وكان ارتحالها في العاشر من شهر رمضان 3 أيام بعد ارتحاله سلام الله عليهما. أول ما يخطر بالبال مما اشترك فيه عندما يتأمل الإنسان حياة سيدنا أبي طالب ويتأمل حياة سيدتنا خديجة سلام الله عليهما، أول شيء يخطر بالبال مما اجتمع عليه هو وقوفهم بكل ما أوتوا ودفاعهم المستميت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أول شيء يخطر بالبال في حياتهما فيما اشتركا فيه. أما أبو طالب فما تمكن أن ينكر هذا العمل العظيم له حتى ألد أعدائه، أشد الناس نصبا ضد أبي طالب سلام الله عليه ما تمكنوا أن ينكروا هذا الموقف له، أنه دافع دفاعا مستميتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه قصيدته اللامية التي نقلها المؤلف والمخالف، نقلها الصديق والعدو. فيها أبيات وأبيات في بيان هذا الموقف، ولم يكن ذلك مجرد كلام إنما أثبته عمليا، ما قاله أثبته قول وفعل. في مقطع من هذه القصيدة العظيمة الرائعة التي حتى بعض أعداء أبي طالب قالوا إنها تعادل في جمالها، تعادل المعلقات السبع بل ترجح عليها،
ناهيك عن مضمونها العظيم، ناهيك عن قوتها في جمالها، ليست أقل من المعلقات. تعلمون المعلقات السبع تعتبر أجمل قصائد تاريخ العرب. قالوا عن هذه القصيدة أنها تعادل تلك المعلقات بل ترجح عليها. في مقطع من هذه القصيدة الطويلة العظيمة يخاطب أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، يخاطب أولئك الأعداء، يقول: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا صلى الله عليه وآله. يعني نغلب على أن تأخذوا منا رسول الله، أن تقتلوا منا رسول الله. كذبتم، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه. تكذبون إذا كنتم تتصورون أننا نسلم رسول الله صلى الله عليه وآله، نترك رسول الله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نذهل عن أبنائنا، نذهل عن أهالينا. وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الضغن، ذلك الذي عنده ضغن على رسول الله، عنده بغض وعداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، نقتله. وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه، يعني يقتل يموت من الطعن فعل الأنكب المتحامل. وإني لعمر الله قسما بالله إن جد ما أرى الذي أراه إذا صار جديا، إذا القضية وصلت للحديد، وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل. القادة نقتلهم، أماثلنا نقتلهم، ليست القضية فقط في الصف الداني، لا، الكبار نقتلهم. من يتمكن أن يقتل القادة بما يحيط بهم من جنود؟ عندي، أنا عندي شخص، عندي أمير المؤمنين. وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكف من؟ بكف فيفة مثل الشهاب سميدع، أخي ثقة حامل حقيقة باسلي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في مقطع آخر من هذه القصيدة يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، أقيم على نصر النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أقاتل عنه بالقنا والقنابل، القنابل يعني الجيوش. في أواخر هذه القصيدة يقول سلام الله عليه: وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالطلا والكلاكل. برقبتي أدافع عن رسول الله، أنا بكلاكل يعني عظام الصدر، بعظام صدري أدافع عنه. قول وفعل، صنع. في أبيات أخرى ليست في هذه القصيدة، أبيات أيضا مشهورة نقلها المؤلف والمخالف عنه، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول: والله يا رسول الله، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ما أتركهم. وصنع، يستعمل كلمة لن، الذين يعرفون اللغة العربية، قوانين اللغة العربية، بعد القسم لا تأتي لن لنفي الأبد إلا نادرا لشيء مهم. ما استعمل لا، ما استعمل أدوات نفي، استعمل أداة نفي لنفي الأبد. والله لن يصلوا إليك بجمعهم. يا أخي، أبو طالب يفهم، يعلم
يعني ماذا لن يصلوا إليك بجمعهم؟ جمعهم ما هو كان؟ جمعهم جيشهم كان 10 أضعاف ويزيد على 10 أضعاف جيش أبي طالب. سلاحهم كان 10 أضعاف سلاح جيش أبي طالب. أموالهم، وتعلمون تأثير الأموال كم هو كبير، أموالهم كانت 100 أضعاف أموال أبي طالب. ثروة هائلة، دبلوماسية، ارتباط بكل القبائل، ارتباط بالدول الأخرى، باليمن، بالحبشة، بالشام، دبلوماسية قوية عالية. هذا جمعهم. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم، وصنع، تركهم يصلون إلى رسول الله. حاشا. في نفس هذه القصيدة العظيمة اللامية، في بيت عنده بيت جميل جدا، وهذا الجمال وهذا التأثير نحن لا ندركه بمقدار ما كان أولئك أعداء رسول الله كانوا يدركون. كانوا عرب، كانوا يعرفون جمال اللغة، تأثير اللغة. يقول في بيت جدا جميل، يقول لهم لأعداء رسول الله، يقول لهم: فميلوا علينا كلكم، تعالوا كلكم حاربونا، فميلوا علينا كلكم، إن ميلكم سواء علينا والرياح بهاطلي، هجومكم علينا مثل ريح لا تأثير له، ريح هاطل، ريح مع مطر لا يصعب علي. هذا كلام أبي طالب. أبو طالب كلام، قول وفعل. أبو طالب رجل جربوه 10 سنوات، يعرفونه حق المعرفة، قال شيئا يقف له، هو الصادق، بل هو الصدوق، بل هو الصديق. هكذا وقف بإمكانيات، بالنسبة إلى إمكانياتهم جدا ضعيفة، صنع معجزة أبو طالب. السيدة خديجة سلام الله عليها بما أوتيت من إمكانيات، تعلمون، كلكم تعلم، كلكم يعلم، السيدة خديجة دخلت إلى دار رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أثرى امرأة على وجه شبه الجزيرة العربية، أثرى امرأة، ثم أنفقت كل أموالها. كل أموالها يعني كل أموالها، ما تركت لنفسها أبسط ما كان يمتلكها الناس في ذلك الزمن. حياتها حياة فقراء، وصلت إلى درجة لأنها أنفقت كل أموالها في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبسط ما كان في بيوت الفقراء ما كان في بيت السيدة خديجة. طبعا يكفيها عظمة أنها سيدة، أنت ارفع أي امرأة، أي امرأة تريد ارفعها، ارفعها، السيدة خديجة سيدة عليها، بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء الأربع من النساء سلام الله عليهن، وسيدتها الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، هؤلاء إلى زمن الصديقة الكبرى على الأقل، هؤلاء سيدات نساء كل العوالم، وإحداهن السيدة خديجة، لعله ثانيتهن بعد الصديقة الكبرى صلوات الله عليهم. يكفيها عظمة، وحقا هذه عظمة، هذه قمة العظمة، من بين كل نساء البشر هي الوحيدة، لا ثانية لها، هي الوحيدة التي كانت زوجة لرسول الله في الدنيا وفي الجنة. النبي صلى الله عليه وآله كان له زوجات في الدنيا، النبي صلى الله عليه وآله له زوجات في الجنة. الامرأة الوحيدة التي كانت زوجة لرسول الله في الدنيا وهي زوجة لرسول الله في الجنة هي السيدة خديجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصفة الأبرز، لا الصفة الأولى، أول ما يخطر بالبال عندما يتوجه الإنسان إلى هاتين الشخصيتين سلام الله عليهما، دفاعهم، موقفهم. أين نحن؟ عظمهم هؤلاء العظماء، ولكن أين نحن من هذا الطريق؟ السيدة خديجة سلام الله عليها بذلت كل، أقول بذلت يعني استرخصت، اعتبرت كل أموالها رخيصة لا شيء، كانت خجلة من رسول الله صلى الله عليه وآله، اعتذرت من رسول الله: أنا قصرت في حقك يا في حقك يا رسول الله. موجود عند وفاتها، اقرأوا. يعني بذلت، يعني تعطي أموالها وهي خجلة، بذلت كل أموالها، كل أموالها يعني كل أموالها. أموالها ملك لها، لها. اترك بذل أموالنا لإمام زماننا ابن رسول الله، وارث رسول الله، من هو نفس رسول الله. اترك أموال الإمام، بعضنا لا يعطيه للإمام، أموال الإمام له، أموالنا اجعلها على جانب. هذه القضية بعيدة عن المؤمنين، لا، ولكن هناك قضية قريبة من المؤمنين، الدفاع عن الإمام. أرواح العالمين فداه، عندنا ضعيف، عندنا مشكلة في الدفاع. المؤمنون، أقول أنا وأمثالي، عندنا مشكلة في الدفاع عن إمام زماننا. لعل، لا أقول لعل، إن شاء الله، إن شاء الله بعضنا يؤدي حق الإمام صلوات الله عليه وأرواحنا فداه، ولكن في الدفاع عن الإمام إخواني لا أقول سيف وقوف أمام أولئك المتجبرين، أولئك الأعداء الأقوياء، لا، لساني لا أحركه في الدفاع عن إمام زماني، لساني. كم من الأشخاص نعرف أنهم لا يؤدون الحق الواجب للإمام في أموالهم، بلساني أقول لهم شيئا؟ أنا وأمثالي عن نفسي أتكلم، أستثقل أن أحرك لساني في الدفاع عن إمام زماني. هذا أمواله، هذه القضية العادية، هذا ليس سيفا، أموال ليست روح، أجعل روحي، لا، دفاع عن أموال الإمام. هذه القضية البسيطة البسيطة نتكاسل عنها، نستصعب. لو كان أحد يأخذ من أموالي غصبا شيئا قليلا، أصنع المستحيل في استخراج أموالي من يده، الليل لا أنام، أفكر، أخطط، أؤذيه بأي طريق من الطرق حتى يؤدي حقي، ولكن حق الإمام لا مدافع له. ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يسمي نفسه يتيما، يقول: ونحن اليتيم. اليتيم لا يوجد من يدافع عنه، ما الفرق بين اليتيم والذي له أب؟ الذي له أب، الطفل الذي له أب، أبوه يدافع عنه، اليتيم لا، ليس له من يدافع عنه. الإمام يقول: ونحن اليتيم. بالفعل، من يدافع عن الإمام؟ من يطالب بأموال الإمام؟ التعب أتركه على جانب، بلساني، بلساني لا أدافع، بلساني أقول له: يا أخي تعال، هذا واجب، هذا حق واجب جعله الله في أموالك، أترك العمل، أترك القول،
لا أنا لا أتمكن. لا بأس، لا أناقش فيما تقول، أنت لا تتمكن. يوم القيامة يتبين أن أعذارنا صحيحة أم لا. لنفرض، لنفرض أني معذور، لا أتمكن، لا أتمكن أن أطالب بأموال الإمام. يا أخي أعطي أموال الإمام بهذا المقدار من الدفاع، لا أتمكن أن أدافع عن الإمام. فرض على الأقل في القلب. إنكار المنكر في القلب من الواجبات. اسألوا الفقهاء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكروا هذه المسألة. على الأقل، على الأقل في قلبي أنكر. لا عندي عادي، شخص يأكل أموال الإمام عادي. لا إن شاء الله، الله يهديه إن شاء الله، خلص. لا أغلي في داخلي، لا أغلي، هذا أقل شيء. إذا رأيت شخصا يأكل أموال الأيتام، ألا أغلي في داخلي ضده؟ ألا أرى أن هذا العمل من أسوأ الأعمال؟ حتى لو كنت لا أظهر هذه الحالة له، في قلبي، في قلبي أنكر هذا العمل، أعتبر هذا العمل عملا سيئا جدا، بغض شديد لهذا العمل على الأقل الذي يأكل أموال الإمام، هكذا أتعامل معه في قلبي. عندي عادي. شخص سارق يسرق أموال الناس، كيف أعامله؟ لا أقول كيف أعامله في عملي، كيف أعامله في قلبي على الأقل. هذا في قلبي، أحبه، أحب عمله أم أكره عمله أشد كراهة؟ الذين لا يدفعون أموال الإمام التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، في قلبي هكذا حالة موجودة؟ يعني حتى في هذا المقدار نحن مقصرون. لا لا لا، صديق جدا، أصلا جدا قريب مني، أحبه حبا شديدا، لو كان سارق، هو سارق، هو سارق. الذي لا يعطي أموال الإمام سارق لأموال خير خلق الله، هذا أسوأ من أي سارق آخر، هذا أسوأ من أي إنسان يأكل أموال اليتامى. أسوأ أم لا؟ قطعا أسوأ. هو الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء، في رسالة في كتاب ورد على يد النائب الثاني له محمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، كتب لعنة الله، هذا عبارة الإمام أرواح العالمين له الفداء، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل درهما من أموالنا أو من مالنا، أو استحل من أموالنا من مالنا درهما مع تقديم وتأخير. ثم هذا استحل، ثم يقول الراوي وهو أبو الحسين الأسدي من الشخصيات الراقية المرموقة جدا، يقول خطر في بالي أن هذا الشيء استحل، أي شخص يستحل أموال الناس أيضا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليه. فرأيت في الكتاب مرة ثانية معجزة حدثت في الكتاب، تغير، تغير بما خطر ببالي من سؤال. رأيت العبارة بدل استحل الكلمة تغيرت، العبارة نفس العبارة، لعنة الله، عبارة الإمام أرواح العالمين له الفداء، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا أو من أموالنا درهما حراما، العياذ بالله. الإمام لا يحتاج أموالا في أيدي الناس، هي أمواله طبعا لا يحتاجها، لكن هذا الشخص يستحق اللعن. عندما أقول هذا أسوأ ممن يأكل أموال الناس، ممن يأكل أموال الأيتام. عادي، عندنا نحتاج إلى أن نراجع حقا، حقا هذا شهر رمضان شهر مراجعة، أن نراجع أنفسنا. نحب أهل البيت حب موت، فضائل أهل البيت، مقامات أهل البيت، نتحدث شعارات، هذا شيء حقيقي؟
في الامتحان يكرم المرء أو يهان. إيه في الامتحان يتبين. هذا الموضوع نتركه كلمة. شهر رمضان وساعات شهر رمضان وأيام شهر رمضان تمر بسرعة بسرعة بسرعة، تقريبا بحدود ثلث شهر رمضان راح بسرعة. كل مؤمن في آخر شهر رمضان يتأسف يتحسر يندم على ما فاته. طبعا هذه الحالة تحصل، شهر كريم شهر عظيم شهر مليء بالبركات، طبعا الإنسان يحبه. لكي يكون ندمنا أقل، حسرتنا أقل، أسفنا على فراق شهر رمضان أقل، يتخيل الإنسان، هذا شيء غير واقعي، يتخيل الإنسان في كل يوم من أيام شهر رمضان أن هذا اليوم هو اليوم الأخير، حتى تكون أعمالنا أحسن، حتى تكون استفادتنا أحسن. في اليوم الأخير كيف نعمل؟ نعمل، الشهر بدأ ينتهي على وشك الانتهاء، الإنسان يعمل عمل بجد في آخر شهر رمضان، عادة هكذا يكون، حتى يغطي ذلك التقصير، يدرك بعض ما فاته. اليوم اعتبره آخر، كأنه آخر يوم من شهر رمضان، وليس آخر يوم من شهر رمضان، أنا هكذا أعتبر، ولعله يكون بالنسبة لي آخر يوم، لأنه ممكن الإنسان يموت فيكون بالفعل هذا اليوم آخر يوم من شهر رمضان أدركه أنا، ممكن. الله يطيل في أعماركم جميعا إن شاء الله. يتصور الإنسان أن هذا اليوم آخر يوم من شهر رمضان، يعمل عمل آخر يوم من شهر رمضان، هكذا يكون أسفنا على فراق شهر رمضان أقل. أختم كلامي بحديث شريف قصير جدا جميل عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، قال: إن سلعة الله رخيصة فاشتروها قبل أن تغلو. في شهر رمضان سلعة الله رخيصة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر كتبت لك ختمة، فصل لربك وانحر كتبت لك ختمة ثانية، إن شانئك هو الأبتر كتبت لك ختمة ثالثة. هذا الشيء الذي هو الآن رخيص سيكون غاليا بعد شهر رمضان. الإنفاق في سبيل الله، الثواب الذي تحصله في شهر رمضان أعلى بكثير، خدمة مؤمن في شهر رمضان أعلى بكثير، زيارة مؤمن في شهر رمضان أعلى بكثير، الصلاة في شهر رمضان أعلى بكثير، الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، في شهر رمضان يتضاعف ثوابها، الأعمال الصالحة حسب بعض الروايات الشريفة تتضاعف 6000 ضعف وأكثر أحيانا في شهر رمضان. إن سلعة الله رخيصة فاشتروها قبل أن تغلو. أحد التجار كان يقول هذه الرواية لنا نحن التجار ندرك معنى الغلاء والرخص، لا هذا شيء كل الناس يدركون، كل الناس يفهمون شيء رخيص شيء غالي، بالفعل التجار يفهمون لعله من جانبهم أحسن، كل الناس يفهمون. الآن السلعة رخيصة ستصبح بعد أقل من شهر غالية، نفس السلعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا جميع معاصيه. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما نحب أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.